الحباب بحرا فقت من النعاس القيلوله، بغيت ندير لاسياس. المهم فقت على اساس نمشي نجيب، نمشي عند الجزار نجيب شي الحيمات، وسميتو نمشي نجيب ريان المدرسه. تلقيت واحد الايميل قال لي، قالوا تندراسه ايميل، قالوا لي اجي لالا ولدك راه سميتو كونتاكت في القسم، كاينه واحد شي وليد مع شي بنيه فيه كوفيد، خاصنا نديرو ليه لو تيست، يبغى يرجع للمدرسه غدا. ايوا يعني كلشي تقلب، كنت تنخرجو من المدرسه يعني تنتلقى ليه وتنديه ليد او دوفوار، تمشي دير الواجبات في واحد بلاصه، هو واحد البنيه. ايوا دابا ما عندنا ما نديرو، كلشي تقلب. غنشدو هي هاديك، غنديه سميتو، غنديه واحد لافارماسي باش ندير ليه سميتو، ندير ليه لو تيست، باش ندير ليه لو تيست باش نشوف واش كاين. المهم في المدرسه، في المدرسه تاع اللي فيها ريان واحد القسم سدوه. المهم كاينين بزاف الوليدات فيهم كورونا، المهم ما عندهم شي اعراض خطيره ولا شي حاجه، المهم كاينين اللي نيفهم مسيل فيهم سميتو، فيهم هذاك الشيء ولكن ما شي اعراض خطيره. المهم كان عارفين دابا سميتو اللي كانوا غير ثلاثه في القسم تيسدوا القسم. المهم الله رزق الصحه والسلامه وصافي، هادشي اللي كاين هادشي تيوقع وهادشي عادي. ودابا مع البرد، البرد وكاين لا غريب وكاين الفيروسات. المهم ريان تيدير زعما كان اتونسيون، تيدير الماسك مزيان، من الوليدات اللي تيدير اتونسيون، ولكن هادشي راه تيوقع يعني عادي. المهم نمشي نخرجو من دراسو وندير ليه التحليله ونشوف. هو اصلا ما تيبغيش التحليله، مولف تيديرها تاع حاشاكم تاع البزاق تاع الريق. ايوا دابا خاصو نديرو ليه هذاك، ماشي البي سي ار اللي تيدخل مزيان، لا ما عندهمش الحق يديروه لي، تيدخلوا لي غير هذاك لداخل غير شي شويه، غير شي شويه تيديروا ليه التحليله. ايوا والحمد لله، الحمد لله. المهم انا اخوتكم الحمد لله، ما نقولش لكم بانني بخير وعلى خير، ولكن راكم عارفين الاشهر الاخيره الواحد تيكون عيان، وسميتو وليت ندير لا سياس، نحاول انني نرتاح، نمشي نبدل حويجاتي وهندي. ايوا هادشي اللي كاين. المهم عاودت مشت شعري لان مع الناس تخربق ليا، الحمد لله. واش نمشي بحال هكدا، نشوف واش نمشي بحال هكدا ولا نبدل. المهم هاد اللعيبه صراحه ولا مريحه، ولكن غنبدل حويجاتي نمشي نلبس كسوه من الاحسن. خرجت ريان من المدرسه، ديتو باش يديرو الانتيجينيك في الفرماسيان، ما بغاش لان معمرو ما دارو وخاف، ولكن تبارك الله السيده تاع السيده لا فارماسيان كانت سمعك شرحت لي وهضرت معاه بواحد الطريقه ودغيا. كان خايف، هو كان خايف، ولكن صرحت لي الطريقه باش شرحت لي وباش دارت لي، تبارك الرحمن ما تالم، هذاك الشيء خفيف سيتي ديزاغريابل شي شويه، ولكن صرحت لي. المهم لان اول مره ما اول مره يديرو سي نورمال انه تخلع وداك الشيء، ولكن من بعد تشجع، والله لا تشجع، من قالت لي فسرت لي وداك الشيء تشجع معدي ما نقول. المهم رجعنا للدار على اساس انهم يصيفطوا لنا التحليله في ايميل ويكون ان شاء الله خير. الحباب المهم خرجت النتيجه تاع التحليله تاع ريان، خرجت ليه نيجاتيف، ما في حتى شي حاجه، ولكن القسم تسد على قبليت. كاينين ثلاثه الحالات تاع الكوفيد في القسم يعني سدوه، غيبقى معايا في الدار، غيبقى معايا في الدار اسبوع، وسميتو اسبوع يعني ما بقاش هيمشي حتى لي دو دوفوار، ما هيبقاش يمشي ليهم، قلت نخليه في الدار. وقبل ما يرجع للمدرسه
يعني هذيك السبع ايام النهار قبل السبع ايام خاصني نعاود نردو ندير لي واحد لو تيست اونتيجينيك باش سميتو باش نكونوا زعما كنا عارفين كلشي. المهم هاي خرج ما هيدروش انا بعدا منه هو حتى هو سميتو داير اتونسيون. بالنسبه للسيدات اللي تيسولوني على شنو هو الفرق ما بين اونتيجينيك والبي سي ار، الوليدات الصغار تيديروا لهم الاونتيجينيك ولا تيديروا لهم الساليفير تاع الريق، لان البي سي ار حتى سميتو تندخلوا هذاك الباطوني تيدخل مزيان في لي نارين. بالنسبه للوليدات الصغار ما تيدخلوش مزيان لي نارين، غير تيدخلوا النيف شي شويه لا بارتي نازال هي هذيك وصافي، يعني ما خصهمش يدخلوا راه باقيين وليدات صغار. المهم هادشي اللي كاين. المهم المدرسه كلها كل نهار تنسمعوا بان واحد القسم تسد. المهم هادشي اللي كاين كل نهار، هادشي كثير الوليدات الصغار كثير الوليدات الصغار سميتو ضربهم البرد مروحين، يعني الارواح في هاد الوقيته عادي، ولكن الله عادي غير المهم الواحد هو اللي يدير اتونسيون ويحضر راسو. ها هو راه جالس مصنط العظامو، ها هو ما عجبوش الحال، قال لك هو باغي يمشي للمدرسه، قال لك انا بيت نمشي للمدرسه ما بغيتش نبقى جالس في الدار، لانهم تيوجدوا لي زيكزامان تاع سميتو تاع الكوليج تاع السيزيام، عندهم دي زيفالواسيون، عندهم شحال من حاجه، وعندو يعني تا هو تي صراحه تيبغي يمشي للمدرسه. تقول لك سبع ايام كلها في الدار تجي شي شويه قاسحه. المهم الاستاذ راه صيفطات لينا لي دوفوار باغ انترنيت، راه درنا امبريمينا الحمد لله، كاينه لامبريمون تو كاين بي سي وكاين كلشي والحمد لله. بنادم تيعرف يمانيبولي هادشي تاع الالكترونيك تينجم راسو، لان ماشي ساهل تنجم راسك في هادشي. تيصيفطوا لنا دابا لي زيميل هي هذيك، عندنا واحد الفورمولير واحد الورقه قداش هي خاصنا نعمروها ونسينوها نقادوها، ومن غير هادشي راه داروا تيديروا لي زاناليز في المدرسه، يعني تيديروا واحد التحليله في المدرسه مره تيجوا تيديروا لهم تحليله، يعني ساليفير دابا هذيك ساليفير تاع الريق تيديروها في مختبر في لابوراتوار. انا دابا ديتو الفورماسيان، واحد الفورماسيان كاينين دي فارماسي هنايا تيديروا سميتو هذيك التحليله تاع الانتيجينيك ولا تاع البي سي ار بالنسبه لي زادولت. انا هنردو ان شاء الله لنفس الفارماسي، لان عندها دي لي كوردوني وراه سي تري سميتو دغيا زعما كاين ماشي تتشد بزاف الوقت، ثلث ساعه تيخرج سميتو تخرج النتيجه. المهم راه الدري يمشي يرجع، ما جاتو شي شويه صعيبه لان اول مره يدير هذاك الانتيجينيك، مولف تيدير في المدرسه غير ساليفير ايوا الحمد لله وشكر لله. المهم هادشي جاربي الاعمال، الله يحفظنا والله يحفظ لكم وليداتكم والله يخلي لكم وليداتكم والله يحفظ الوليدات الجميع المسلمين وغير المسلمين كلشي الوليدات، لان هادشي ماشي ساهل. من تي مرض شي وليد صغير سميتو بنادم راه كله تيدير معاه البال، وكيما شفتو ها هما طلقوا في المستشفى وهادشي في فرنسا لو بلون بلون، على اساس ان هادوك لي زوبيراسيون كانوا بروغرامي ايل فون لي فير ديكالي، هيو اخروا هادوك سميتو لي زوبيراسيون. صبروا راه دايره شي حاجه في طيب وخفتها للتحرق، صافي غنطفي. المهم تنبان حالتي. المهم هذا راه الصباح كما قلت لكم قبلوا علينا الصباح هذا، ما خديش نكمل الفيديو البارح في من دخلت. المهم كما قلت لكم دايرين لو بلون بلون، كما قلت لكم لو بلون بلون دايرينو في فرنسا، يعني هادوك سميتو لي زوبيراسيون العمليات لي بروغرامي ايوا اخرهم شي شويه باش يكونوا عندهم السرير ليلي في سميتو ليلي موجودين. سمحوا لي غافيسكون
اللي خرجت لي الدكتور ما دار لي حتى شي حاجه بالنسبه لحرقه المعده. المهم قالت لي لا فارماسيان، قالت لي حضري راسك انت حامله وما دايرهش التلقيح. قالت لي حضري راسك، حاولي ما تبقيش تقربي ليه، حاولي ما تبقيش تبوسي، حاولي ما تبقيش تعنقي. صراحه ولا ماشي سهل انك ما تعنقيش وتبوسي ولدك، ولكن سميتو راهي تبارك الله عليه تيقول لي لا ما نقربش ليكي، سخر من حدايا انتي يا حامله جرى لك شي حاجه انتي والبيبي. وفهمتي زعما كان سبحان الله كما تنقولوا دابا دابا 10 سنين الوليدات تيكبروا تيبداو يفهموا تيفهم تيقول لك لا غير خليني بعيد عليكي وهذاك الشيء. المهم كما شفتوا في سميتو الحكومه الفرنسيه راه دارت شحال من حاجه، دارت شحال من سميتو تغييرات بالنسبه لهاد الموجه، تيقولوا الموجه الخامسه. المهم كلشي مشقلب، كلشي مخربق. انا اصلا في هذه المرحله تاع الحمل وهادشي صراحه تولي لله متبع الاخبار، ولكن ما فيا ما نهضر في الاخبار ولا داكشي، وما فياش ما عنديش الخاطر لهادشي. اصلا انا عندي خباري، انا عندي مشاكل، علاش نزيد عليا مشاكل تاع فرنسا؟ كل واحد يحل مشاكله بوحدو، داكشي اللي كاين. المهم ماشي وقيتها، ماشي وقيتها، بركا لي غير صداعي وسميتو تقول لي تقول وبارك عليا غير هادشي اللي في انا، وحمدتك يا ربي وشكرتك. المهم هادشي اللي كاين هيبقى معايا وانا فرحانه، وخا تا سميتو وخا تا زعما كان هيبقى معايا، ما عندي ما ندير، خاصني نبدا نخدم معاه شي شويه التمارين. الصراحه راه باه، راه هو مراقبه من بعيد، يعني راه حتى هو داير سميتو الواجب وداير المسؤوليه بالنسبه لولده، يعني رغم الظروف يعني راه داير اللي عليه، خدمته دايرها صراحه لله. يعني بنادم مفرق، الفرق هذه بوحدها وهذه بوحدها، من تتعلق القضيه ببرايان وبهادشي راه حاجه اخرى. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ما كانش معوله الفيديو يكون بحال هكذا، ولكن خلوا لنا في التعليق السيدات واش وليداتكم المدارس تاعهم سدوا اش درتوا. المهم انا في المدينه اللي فيها انا ها تاع المدارس والاقسام سدوا، حمدنا الله وشكرناه، خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه وطلعوا في راسكم، والله يفرحكم والله يفرح الجميع، ونهاركم زين بالصحه والسلامه يا ربي.